نيجي بقى للبارت الثالث والاخير من المحاضره الكبيره بتاعه البيزيك اناتومي اند راديولوجي اوف ذا نيك. هنيجي للفيزل والجلاندز. اول حاجه الكاروتيد ارتري، زي ما احنا عارفين الكاروتيد ارتري بيبتدي الاول بحاجه اسمها كومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ارتري الرايت بيبتدي من البريكوكيفاليك ترانك، بيتقسم لرايت كومن كاروتيد ارتري ورايت سبكليفيان ارتري. الليفت بأورجينيت دايركتلي فروم ذا ارش اوف اورتا. المفروض الكومن كاروتيد ارتري على التو سايد بينتهوا بالدايفيجن الى التو مين برانشز بتوعها، اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري والاكسترنال كاروتيد ارتري. يهمنا قوي نعرف ان المكان ده موجود عند السوبيريور بوردر، بتملي في معظم الناس عند السوبيريور بوردر بتاع ثيرويد كارتليج اللي هو اجينست الليفل بتاع سي 3 سي 4. بعد كده هنقول اللي عندي حاجه اسمها انترنال كاروتيد ارتري. الانترنال كاروتيد ارتري بيمشي في السيرفايكال من عند السايت اوف ديفيجن عند السوبيريور بوردر بتاع الثايرويد كارتليج ما بين الانترنال جاجولار فين بوستيريورلي وانتيريورلي الاكسترنال جاجولار فين انتيريور اند ميديالي. بيدنه يطلع لحد ما يوصل للكاروتيد كانال الموجوده في البيتراس بون، بيبتدي بارت اسمه بيتراس. بعد ما ينتهي البارت بتوصل للفورامن لاسترام. الفورامن لاسترام مسدوده طبعا بكارتريج زي ما احنا عارفين، بيمشي كورس صغير في الفورام فوق الفورامن لاسترام، بعد كده يخش جوه كافينس ساينس بيبقى اسمه كافينس بارت او سيجمنت اوف انترنال كاروتيد، بعد كده يتسلم لجزء اسمه كلينويد، بعد كده جزء اسمه اوفسالميك بارت، بعد كده كوميونيكيتنج عشان ينتهي بالتو مين برانشز بتاع الانترنال كاروتيد اللي هو انتيريور سيربيلر ارتري وميدل سيربيلر ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري بيبتدي عند السايد بتاع الاورجن ويترمينيت بتو تيرمينال برانش، حاجه اسمها ماكسيلاري ارتري وحاجه اسمها سوبرفيشال تيمبورال ارتري. طبعا في ليه برانشز من اشهر السوبيريور ثايرويد ارتري والاسندنج واللينجوال والاوكسيبيتال والفيشال والبوستيريور ريكولار ارتريز. دي كلها الارتريز اللي بتطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. سي تي ايمج لو الميشن تاخد كونتراست وممكن نعرف من الديفرنشيشن كويس جدا للارتري زي الفيشال ارتري واللينجوال ارتري، ممكن تعرف تشوفهم وتشوفهم هو بيورجينيت من ده، وتشوف الماكسيلاري تيرمينال برانشز اللي هو الماكسيلاري سوبرفيشال تيمبورال ارتري وتعرف تشوفهم كويس وتميز مطرح ما بيحصل لهم اورجن من الاكسترنال كاروتيد ارتري. نخش بعد كده في الانترنال جاجولار فين. انا المره دي هحاول اخلصهم كلهم وبعد كده ابدا اشوف السي تي ايمج واعرف كل الاستراكشر الموجوده على السي تي ايمج. الانترنال جاجولار فين بيبتدي كاستكمال للكافينس ساينس، بيبتدي في حاجه اسمها سوبيريور جاجولار بالب، بعد كده بيمشي داون وورد لحد ما يتحد مع تو سب كليفيان فين كورسبوندنج سب كليفيان فين عشان يكونوا البريكوكيفاليك فين، الرايت بريكوكيفاليك والليفت بريكوكيفاليك او بريكوسيفاليك. طبعا الليفت بيعمل كروسنج ورا المانيبرا مستناي عشان يتحد مع الرايت ويكونوا السوبيرو فينا كيفا. يهمنا نعرف الانترنال جاجولار فين ونميزه عن الاكسترنال جاجولار فين. الاكسترنال جاجولار فين ليه قصه مختلفه. بالنسبه للفينوس درينج بيبتدي عندي حاجه اسمها فيشال فين او بنسميه انتيريور فيشال فين. المفروض الانتيريور فيشال فين ده بيتحد مع انتيريور ديفيجن بتاعه الريترو مانديبولار فين عشان يكون حاجه اسمها كومن فيشال فين اللي بيدرين في الانترنال جاجولار فين. ان كونتراست الريترو مانديبولار فين ده نفسه بيورجينيت عن طريق اتحاد تو فينز، حاجه اسمها ماكسيلاري فين وحاجه اسمها سوبرفيشال تيمبورال فين، اللي هم كورسبوندنج للتو تيرمينال برانش بتوع الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو ماكسيلاري ارتري وسوبرفيشال تيمبورال ارتري. بس المره دي لما بيتحدوا مع بعض بيكونوا فين اسمه ريترو مانديبولار فين. الريترو مانديبولار فين يرجع يديفايد يدي انتيرور انتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. زي ما قلنا الانتيرور ديفيجن تتحد مع الانتيرور مع الانتيرور فيشال فين او بنقول فيشال فين، لذلك الانتيرور ديفيجن بتاع الريترو مانديبولار بعض الناس بيسموها بوستيرور فيشال فين، بيتحدوا دون الكومن فيشال فين. البوستيرور ديفيجن بقى تروح تتحد مع بحاجه اسمها بوست ريكولار فين عشان يكونوني اكسترنال جاجولار فين. يبقى الاكسترنال جاجولار فين بيتكون من اتحاد البوستيرور ديفيجن اوف ريترو مانديبولار فين مع البوست ريكولار فين. يبقى دي كلها تبقى كيب ان مايند ونبقى عارفين دايما الاكسترنال جاجولار فين سوبرفيشال للعضله اللي اسمها ستينوكليدوماستويد يعني تحت السكن، ممكن يبقى بيران مع البوستيرور بوردر بتاعتها وبعد كده يبقى سوبرفيشال ليها عشان يروح يحصل له درينج في السب كليفيان فين. يبقى كده خلصنا الارتريز والفينز بتاعت منطقه الهيد اند نيك. نبص عليهم في السي تي، نبتدي من تحت خالص من الليفل بتاع الارش اوف اورتا
عندي ادي الارش اوف اورتا، طبعا ده كده الاسندنج ودي كده الديسندنج، كده الارش اوف اورتا. اما هينتهي الارش اوف اورتا هيبقى لي 3 برانشز، سب كليفيان ليفت سب كليفيان ورايت والبريكو كيفاليك ترانك والليفت كومان كاروتيد. عينينا على الليفت، ده الليفت كومان كاروتيد اهو، ليفت كومان كاروتيد ارتري، ليفت كومان كاروتيد ارتري، ليفت كومان كاروتيد ارتري طبعا بيبقى موجود adjacent to الثيرويد جلاند more medially عن الفين، الفين lateral and more posteriorly. وصلنا للليفل بتاع الهيوت بون، طبعا احنا قلنا الكوموست كومان يحصل له بايفوركيشن عند ليفل بتاع سوبيريور ثيرويد كارتج، مش في كل الناس في individual variations، ده الموست، في بعض الناس بيحصل lower عن كده وفي ناس بيحصل up عن كده على up to الهيوت او بعد الهيوت بون، هيبدا يحصل له division divide two arteries anteriorly and more medially شويه اللي هو الاكسترنال جاجولار وبوستيريورلي الانترنال جاجولار. ادي الاكسترنال جاجولار بيطلع منه طبعا زي ما احنا شايفين برانشز، بدا يحصل له ترمينيشن غالبا ترمينيت اهوت، ده الماكسيلري ارتري و ده كده لسه كده اهو كده الماكسيلري وطالع السوبرفيشال تيمبورال اهوت عشان نروح للمنطقه التيمبورال تيمبورال ريجون. نيجي بقى للانترنال الانترنال كاروتيد ارتري، انترنال كاروتيد ارتري اهو هيحصل بايفوركيشن، طلع الانترنال كاروتيد ارتري اهو، وادي اليمه الثانيه الانترنال كاروتيد ارتري، انترنال كاروتيد ارتري ده هيخش كده في الكنال، هتبقى مور انتيور على الفين، دخل في الكنال موجود كده جوه الكنال الجزء ده، يمشي كده اهوت، ده موجود في الفورم اللاسرم، بعد كده هيبقى موجود في الكافيرنا الساينس في الجزء ده كده في الكافيرنا الساينس، بعد كده هيوصل لمنطقه اسمها كلينويد، وصل للكلينويد والاوبسالميك، بعد كده هيعمل كوميونيكيتنج، انتهى اهوت، ادي الميدل سيربيلر ارتري، ومفروض الجزء ده الانتيرو سيربيلر ارتري، يبقى ده الانتيرو سيربيلر ارتري وده الميدل سيربيلر ارتري. يبقى كده خلصنا الانترنال كاروتيد ارتري. نجيب بقى الفين انترنال جاجولار فين، هنبتدي من الكافيرنا الساينس بايلاترا، ادي كافيرنا الساينس اللي يمادي الرايت باين جدا، ادي الكافيرنا الساينس ودي السوبيريور بالب بتاع الانترنال جاجولار فين، كده انتهى الانترنال جاجولار فين، ادي الانترنال جاجولار فين بدا الانترنال جاجولار فين اهوت، الانترنال جاجولار فين على اليمه دي انترنال جاجولار فين، طبعا بيريسيف فينوس درينج من الانتيريور جاجولار فين، ده الانترنال جاجولار فين اتحد مع السب كليفيان اللي جه من هنا، هو دي السب كليفيان فين اتحد عشان يكون البريكو كيفاليك فين بيهايند ذا هيد اوف ذا كلافيكل، ده الرايت وده الليفت، الليفت هو هيعمل كروسنج، عمل كروسنج اهوت قدام الارش اوف اورتا عشان يروح يعمل يكونه كده كده كونه سوبيريور فينا كيف. يبقى كده قلنا الانترنال جاجولار فين، نخش بقى على الاستراكشر اللي بعديه السب مانديبولار جلاند. السب مانديبولار جلاند مفروض ليها سوبرفيشال بارت وليها ديب بارت، سوبرفيشال بارت اهوت والديب بارت موجود جوه بعد المانديبول ورا المانديبول، السوبر المفروض الجلاند ويجي ان شيب ليها سيرفيس، ده اسمه انفرولاترال سيرفيس، وليها ميديال سيرفيس ريليتد للتانج والمايلويد ماسل، ولاترال سيرفيس ريليتد للمانديبول حاجه اسمها مانديبولار فوسه اللي هي دي كده، يبقى ده اللاترال سيرفيس ده الميديال سيرفيس ودي الانفرولاترال سيرفيس، انفرولاترال سيرفيس بيبقى سوبرفيشال اللي هو السيرفيس اللي احنا شايفينه ده، يبقى ديت اسمها سب مانديبولار جلاند. الباروتيد جلاند زي ما احنا شايفين ده برضو مناظر تانية بتوضح العلاقه بين السوبرفيشال والديب وعلاقته بالمايلوهيود ماسل، لان المايلوهيود ماسل هي اللي بتقسم السب مانديبولار جلاند لسوبرفيشال بارت لاترال ليها وديب بارت ميديال ليها، يبقى هي بتعمل يو شيب فيجر حوالين الفري بوردر او البوستيرو بوردر بتاعت المايلوهيود ماسل. نروح بقى للباروتيد جلاند، زي ما احنا شايفين الباروتيد جلاند ويدجت برضو ان شيب بتمتد من الزيجوماتيك ارش فوق لحد الانجل اوف ذا مانديبول تحت، ومن قدام الوسيتر ماسل لحد الستينوكليدوماستويد وماستويد بوستيريورلي، وطبعا ميديالي بتمتد للاترال وول اوف ذا فارينكس لحد البارافارينجيال سبيس، يبقى هي محصوره ما بين الماستويد قدام
ورا والماندبل وحواليه الماسيتر ماسل والميدل تروجويد ورا. طبعا مشهور جدا اللي بيعدي فيه الفيشيال نيرف ده اشهر استراكشر بيعدي لانه بيوجينيت من الستاي او بيطلع من السكال من الستايلوماستويد فورامين محصوره ما بين الستايل بروسز والماستويد بروسز ويطلع عشان يعمل التيرمينال ديفيجنز بتاع الفيشيال نيرف. مفروض الجلاند ليها مين بارت اوف ذا جلاند ليها ديب بارت اللي هو الجزء اللي بيدخل لجوه وفيه بوست جلينويد يعني ريليتد للجلينويد كافيتي بتاعت المندبل واكسسوري بارت بيبقى اراوند ذا داكت دي الداكت وساعات بيبقى فيه اكسسوري بارت في بعض الحالات بيبقى موجود الاكسسوري بارت دي وفي بعض الحالات بيبقى ابسنت. الجلاند برضو ويدج ان شيب الكات سيكشن بتاعها اهوت ليها انترو ميديال سيرفيس وبوسترو ميديال سيرفيس وليها لاترال سيرفيس يبقى فيه لاترال سيرفيس وانترو ميديال سيرفيس وبوسترو ميديال سيرفيس. يبقى الميديال سيرفيس ده كده بيتقسم لبارتين انترو ميديال وبوسترو ميديال وفي لاترال سيرفيس. اخر جلاند عندنا هنتكلم عنها الثايرويد جلاند زي ما احنا شايفين تو لوب ومتوصلين في النص بازمس. الازمس موجود اراوند الفيرست والسكند تراكيال رينج فيرست وسكند وممكن سيرد تراكيال رينج. المين بالك بتاع الجلاند بيبقى موجود فوق الازمس واللور بول بتاعه الجلاند جاست بيبقى صغير جدا وبعد الحالات بيمتد للريتروستينال يبقى في ريتروستينال اكستنشن. نشوف الكلام ده بقى على يبقى احنا وقفنا عن السبمانديبولار جلاند. دي طبعا الميديال تروجيد ماسل هنتوقع ان السبمانديبولار هتبدا تظهر. ظهرت السبمانديبولار جلاند اهيت الهايبودينستي اللي ظهرت دي كده الجلاند اهيت دي كده الجلاند اوكي. طبعا قدامها هنا كده ديت المايلوهيود ماسل وتحتها كده الهايو جلوسال ماسل. الجلاند اهيت برضو هنا هي طبعا عامله الشكل احنا قلت عليه المايلويد ماسل هي دي المايلويد ماسل. الجلاند عامله كيرفنج حواليها حوالين دي حوالين الماسل اهي ادي الماسل اهيت تحت ديب اهوت لها انفرولاترال سيرفيس. طبعا ده فوق كده ده اللاترال سيرفيس بتاعها ودي الانفرولاترال سيرفيس اللي هو سوبرفيشال. في بعض الحالات ناس كتيره الجلاند ما بتنتهيش من الهايد بون وبتستمر بعد الهايد بون في بعض الناس زي ما احنا شايفين اهو هي ماشيه كده حتى الان مع الهايد بون تحت البلاتيزم ماسل. طبعا زي ما احنا شايفين البلاتيزم ماسل سوبرفيشال ليها هي دي الانفيرور بارت بتاعها تو اباوت كده اختفت الجلاند اوكي. يبقى لو انا جيت سنترت عشان اوريكم الشكل ده مهم جدا نبقى keep in mind اهو اهيت لو انا رحت ميديالي اهي شايفينها وهنا اهي شايفين المنظر ده المصل اهيت الميديال تروجويد مصل وبدأ الجلاند اهيت وطبعا المايلوهيود مصل موجودة ميديال ليها هناك اهي مايلويد ماسل دي الهايود بون ودي المايلويد ماسل هنا هي بايلاترال واحده رايت واحده ليفت وطبعا ديت الميديال تروجويد ماسل والجلاند بادئه اهيت في الجاب اللي بين المايلويد ماسل والهايو جلوسال ماسل والميديال تروجويد ماسل ويجد ما بينهم في المثلث الايبكس بتاعته هنا اهي الايبكس دي كده. ممكن نشوف سي تي تاني نحاول برضو نفس الحكايه معلق مش مشكله كلها معلقة ماشي نحاول نشوفها هنا برضو بدأت هنا كهيت اهي الجلاند اهيت بدأت اهيت. لذلك انا لايم طبعا اللي يحب يدرسها لازم يدرس الميديال تروجويد ما تنفعش تدرس السبمانديبولار جلاند من غير ما تدرس. وطبعا من ضمن المشاكل بتاعتها دايما مشهوره اللي ما تعرفش تفرق اللاترال بارت اللي انتوا شايفينه ده من الميدل تروجويد اللي هو الجزء ده كده. في ناس كتير بيخلطوا ما بين البارتين بيرسموا الجزء ده المصل دي اللي هي الميدل تروجويد اللي هو البارت بتاعها اللي ماسك عند الانجل اوف المانديبول بيرسموها ضمن الجلاند ما يعرفوش يعملوا ديماركيشن كويس ما بينها. طبعا الحاله هنا واضحه جدا المايلويد ماسل والجزء اللي هو عامل بلندنج بتاعها
وباين طبعا الهايوجلوسال ماسل اهي، شايف الهايوجلوسال ماسل هنا واضحه جدا، دي المايلوهيود ماسل ودي الهايوجلوسال ماسل، تو ماسلز هنا اهو، دي كده المايلوهيود ماسل ودي اللي تحتها كده، في عضله تحتها تانية كده اهي، دي اللي هي الهايوجلوسال ماسل. وطبعا الجلاند بتاعتي هنا اهي، الجلاند اهي موجوده هنا اهي، طبعا مش نافع يعمل عشان انا راسم وبقرب جدا منهم فبيختلط عليه اهي، تحت جلاند اهيت اهيت اهي ليتت للدايجستريك، خلي بالك يعني موجود الدايجستريك الانتيرو بيلي بتاع الدايجستريك والبوستيرو بيلي، حتى هنا واضحه جدا العلاقه الجميله اللي كنا بنقولها، بنقول دايما السبمانديبولار جلاند محصوره ما بين التو بيلز اوف دايجستريك اهي، المنظر هنا رائع 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 اكثر من رائع اهي، ادي البوستيرور بيلي بتاع الدايجستريك ماسل وادي الانتيرور بيلي بتاع الدايجستريك ماسل ومحصور ما بينهم السبمانديبولار جلاند، المنظر ده منظر رائع، ادي السبمانديبولار جلاند الكونترالاترال سايد كبيره عن اليمه دي اهيت سبمانديبولار وادي سبمانديبولار عظيم، وادي السبمانديبولار، يبقى احنا كده قلنا السبمانديبولار جلاند خلصناها، نروح بقى للي بعديها الباروتيد جلاند، باروتيد جلاند احنا كنا بنقول فيه جزء ريليتد للجلينويد اللي هو بوست جلينويد اللي هو الجزء ده، دي جلينويد اهيت دي جلينويد بوست جلينويد، يعني في جزء منها بيبقى ورا الجلينويد اللي هو الجزء الخفيف صغير قوي جدا ده اسمه بوست جلينويد بارت، ورا الجلينويد لان دي الجلينويد، دي الجلينويد كافيتي اهي، ننزل تحت اهي بدأت الجلاند تبان، مش عارف دي عملت معايا كده ليه، مش مشكلة ممكن اغير شوية الكونتراست بتاعي، عظيم عظيم، نرجع بقى اهيت جلاند اهي، راسي على الماسيتر ماسل اهي، وصل للمستود بروسس طبعا، واقفل عليها اهي اهيت، الديب بارت بتاعها وصل لحد البارافرينجال سبيس اهو اهوت اهيت اهي اهي، حتى هي كونتراترال باينة أكتر، كونتراترال أهي اهي اهي طبعا زي شايفين الفين اهو، في فينات بتبدأ اكسترنال جاكولار فين بدايته، لان احنا قلنا الريترو مانديبولار فين، الريترو مانديبولار فين معروف اللي هو بيبقى جوه الجلاند جوه الباروتيد جلاند، فالمفروض بيتقسم للانتيرور ديفيجن والبوستيرور ديفيجن وزن ذا جلاند، البوستيرور ديفيجن بتاعته بتتحد مع البوست اريكولار فين عشان يكونوا الاكسترنال جاكولار فين، اتكون هنا اهو عند اللي بيكون مع الانفيرور بوردر بتاعت الجلاند بيكون اكسترنال جاكولار فين اهو سوبرفيشال للجلاند، وده انه يروح مور بوستيرولي لحد ما يبقى موجود عند اللاترال ايه البوستيرور ايدج بتاعت الاستينوكليدوماستويد زي ما احنا شايفين اهوت اهو، راح اتحد مع السب كليفيان فين، دخل جوه السب كليفيان فين اهو، السب كليفيان ارش دخل في السب كليفيان ارش. نروح بقى لاخر استراكشر اللي هي اللي هي الثايرويد جلاند، زي ما احنا شايفين مش شرط الاثنين يبداوا مع بعض، الثايرويد جلاند اليمة الرايت بدات الاول اهي، الجزء الصغير ده بدا هنا اكتر اهو، ليتد طبعا للكاروتيد انترنال كاروتيد للكومن كاروتيد ارتري
اليمة دي بدأ اهوت جزء صغير هنا اهوت البارتين ادي يمة، طبعا بيبقى شكله تراينجولار ان شيب، ليه ميديال سيرفيس وانتيرو انترو لاترال وبوسترو لاترال سيرفيس، ميديال سيرفيس بوسترو لاترال انترو لاترال، اتحدوا مع بعض اهو كونت الاسمس of the thyroid gland related برضو لل common carotid artery اهيت اهو. طبعا الجلاند بتبين هايبر دنس عن السراوندنج تيشو، ده الانفيرو بول وده الانفيرو بول بتاع اليمة التانية رايت. يبقى كده احنا خلصنا تماما الجلاندس، وبكده يبقى خلصنا الاناتومي بتاع النك، منطقه النك تماما، استعدادا للنرسم الليفلز اكوردنج للنك، نك ليمف نود ليفلز اكون للار تو جي جايد لاين.